لا مؤاخذة، أصل أنا نازلة هربانة من الـ13 بعيد عنك وليس الأداب. قبضوا علي الظلم. قال إيه؟ أنا عضوة في شبكة، ده أنا أموت أموت لو اسمي ينزل في الجرايد. قولي بقى، مش عايزين متطوعات؟ إيه؟ متطوعات. ده حلاوة قوي وكملت قوي قوي قوي. متطوعات فين؟ برضو انت يا مؤفر في اوروبا والدول المتقدمة. فين بجد فين؟ اي معلومات اي حاجه؟ طب سمعونا صلاه النبي. ماما، نلتقي عندما يلتقي كل الناس في الاخره ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابنك سمير بسيوني. عشاني؟ مين فاتر عليا؟ مين اللي فاتر عليا؟ مفيش اي قوة في الارض تقدر تمنعني من الانتحار. مفيش اي قوة تمنعني من ان انا انتحر. انتحر يعني انتحر. انتحر يعني انتحر. مفيش اي قوة على الارض تقدر تمنعني من الانتحار. انتحر. ده مين واحد من الارهابيين يا معالي باشا؟ لا ده واحد عايز ينتحر، مش من الارهابيين. عايز ينتحر عشان مراته مركده عليه عيشته. ننقذه يا فندم. ننقذ نفسنا احنا يا سياده اللواء. ما ينتحر ولا يروح في 60 داهيه. ما تشوفوا لي طريقه اتصل بيها بالجماعه دول اعرف ميتهم ايه. يا سياده الوزير، انا عندي خطه للهجوم. مفيش هجوم من غير ضحايا يا سياده اللواء. انا من رايي نبدا بالحوار احسن. مين هنا؟ لا دفعه، اصلي بدور على النضاره بتاعتي، اصلها وقعت مني في وسط الزحمه ومش لاقيها. عندي صداع. لقيت سليمة ولا كسرت؟ سليمة. كتر خيرك يا دفعة. هو ايه اللي هيحصل بعد كده؟ انت قلت ايه بالظبط؟ سيادتك يعني بقول ايه اللي هيحصل بعد كده ساعات؟ اي حاجة تحصل كويسة، حلوة وحشة مش مهم. المصيبة ان مفيش حاجة بتحصل. ايوه يعني احنا هنعمل ايه؟ يعني ايه الوضع ازاي يعني؟ انت اسمك ايه؟ هلال. انت خايف يا هلال؟ لا خايف ولا حاجة، يعني ايه اللي هيحصل أكتر من اللي حصل لي؟ اسمع يا هلال، افرض اللي احنا لقينا نفسنا فجأة في وسط بحر عبيط، هنعمل ايه؟ هندبش. اديك انت قلتها، هندبش. احنا هندبش. يا اما نوصل للبر ونقف على رجلينا، يا اما نغرق. مفيش حل تالت. انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ Thank you.
انفت بجلدك، دول احتلوا المجمع. ايه ده؟ بجد؟ بجد؟ انا اعرفك، انا اللي كنت بفرق فلوس في الاسانسير. اصل كنت طالع فوق السطوح ارمي نفسي، الموت من فوق السطوح حرام، لكن الموت مع حضرتك حلال، موت شرعي. موت ايه يا سيد؟ انت هتفاول علينا ليه؟ الله، انت خايف ليه؟ ده البنادق الآلي والرشاشات الموت بتاعهم موت حلو وسريع. تحب اموت معاكم ولا ارمي نفسي من هنا واخلص؟ لا خليك معانا عشان نموت جماعه. ميرسي خالص، ميرسي جدا، متشكر. يا نهار اسود، 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 يا مجاز. ردي على التليفون. انا؟ ايوه انتي، ردي على التليفون. الو، مين معايا على الخط؟ انتوا متاكدين يا جماعه انكم طلبتوا نمره صح؟ ايوه يا معالي الوزير، بس انا سامع صوت حريمي وحنين. الو، انا وزير الداخليه. ايه؟ وزير ايه؟ وزير الداخليه؟ طب وانا اعرف ازاي انك انت وزير الداخليه؟ مش يمكن حد تاني؟ لا، انت حد تاني. حد تاني ازاي؟ معقول ما كنيش عارفه صوتي؟ اعرف صوتك منين؟ محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، في بينا وبين بعض اخد وعطا، عشان اول ما تقول لي الو اعرف صوتك. اعرف صوتك منين؟ اسمعي يا ست، انت اللي بيكلمك وزير الداخليه، وبحكم منصبي بسألك انت مين بالظبط؟ طب احلف انك انت وزير الداخلية، احلف يا ستي. انا وزير الداخلية من غير حلفان، وزي ما حصدقك صدقيني. انت مين؟ انا مندوبة، بعتوني اكلم سيادتك. الوضع هنا مرعب يا سيادة الوزير، الدور كله متلغم بأنابيب البوتاجاز، هيفجروها بالسلاح اللي معاهم. بيحذروا حضرتك انت ورجالتك اي مغامره طايشه هيولعوا في المجمع باللي فيه، وانا معاهم. طيب ما تعرفيش ايه مطالبهم؟ وهم كم نفر يا بنتي؟